السائلة تقول: فضيلة الشيخ، كلنا يعرف بأن الشيطان حريص على دفع الإنسان للشر وإبعاده عن الخير وسبله. وسؤالي: هل الشيطان يدخل في صلاة الاستخارة فيحبب للإنسان الشر وينفره من الخير؟ أرجو التوضيح، بارك الله فيكم. لا شك أن الشيطان عدو للإنسان وأنه لا يريد له الخير ويحاول، لكن المسلم إذا قام في صلاة الاستخارة ودخل على الله عز وجل فإن الله يبعد عنه الشيطان ويدله على الخير مما تردد فيه، يدله على الطريق الذي هو خير له، لأنه قام بين يدي الله ولجأ إلى الله واستخاره بعلمه تقدره بقدرته وطلب منه أن يدله على خير الأمرين، والله قريب مجيب ولا يكون للشيطان عليه سبيل في ذلك إن شاء الله. نعم.